في باريس أعلن مصدر قضائي عن اعتقال صحفيين فرنسيين للاشتباه بمحاولتهما ابتزاز العاهل المغربي بمطالبته 3 ملايين يورو لعدم نشر كتاب يتضمن معلومات قد تكون مضرة بحقه. وقال مصدر مقرب من الملف إن الصحفيين هما إيريك لورون وكاترين غراسيه أوقفا بعد أن التقيا ممثلا عن المغرب وتلقيا مبلغا من المال منه. وينضم إلينا للحديث عن هذا الموضوع من الرباط السيد توفيق بو عشرين، رئيس تحرير الأخبار. أهلا بك سيد بو عشرين، هل من ردود فعل في المغرب وهل لديكم تفاصيل عن هذه القضية؟ تفاصيل كاينة إلى الآن، أنه تصريح المحامي القصر الملكي في باريس أعطى تفاصيل أخرى عن وجود محاولة ابتزاز العاهل المغربي قبل أشهر، حيث اتصل السيد إيريك لورون والصحفية كاترين غراسيه بالقصر الملكي وعرض يعني صفقة على القصر بموجبها يتسلمان 3 ملايين أورو مقابل عدم نشر كتاب قيل إن فيه حقائق ومعلومات ومعطيات قد تزعج العاهل المغربي. وعلى إثر هذا تم الاتصال بالقضاء الفرنسي وتم نصب يعني كمين صح التعبير إلى الصحفيين، وتم التقاط مكالمات وتسجيلات ولقاءات وصور عن التفاوض الذي كان يجري بين الاثنين، وجرى توثيق كل هذا. وعندما توفر النيابة العامة في باريس ما يكفي من المعلومات تحركت واعتقلت الصحفيين وهم الآن بيد التحقيق. طيب ونبدر إعلان طيب سيد بو عشرين، يعني حتى يطلب هذين الصحفيين 3 ملايين يورو، هل يخشى فعلا القصر ما قد يحتوي هذا الكتاب، وهل سيمنع هذا التوقيف أو ما حدث صدور الكتاب برأيكم؟ لحد الآن نبدأ من نتكلم على قرينة البراءة. لحد الآن الصحفيان بريئان إلى أن تجوز إدانتهم، ولا بد من انتظار القضاء أو انطلاق المحاكمة لنتبين ما هي الأشياء. لكن بشكل عام هذه أشياء ليست غريبة على الأوساط العربية والمغربية، أن وجود صحفيين غربيين فرنسيين أوروبيين أمريكيين يحاولون أن يستغلوا خوف بعض الأنظمة من كتب أو من تحقيقات صحفية أو من كذا، هذه أشياء معروفة. ونحن في المغرب يعني نعرف هؤلاء، وقبل أشهر تم تسريب بعض الوثائق من حساب على تويتر كوليمان، واتضح أن عدد من الصحفيين الفرنسيين يستفيدون من عطلات من امتيازات من أسفار من أموال من جهات معينة في المغرب تشتغل كلوبي للصالح بعض الأوساط من أجل تلميع صورة المغرب. طبعا ليس كل صحفيين فرنسيين، في صحفيين فرنسيين محترمين، هناك صحفيين كبار جون لاكوتور جون دانييل. طيب هو إيريك لورون سبق له أن نشر كتاب في 2012 يعني وتطرق فيه إلى الحكم في المغرب. من هو إيريك لورون؟ إيريك لورون أصدر كتاب لغوة بخيداتور الملك مفترس حول الزعام علاقات القصر بالبزنس، لكن الآن يتضح يعني نبدأ ننتظر، لكن يتضح الآن بأنه جزء من تحركات إيريك لورون. يعرف القصر الملكي منذ 20 سنة على الأقل، وكان قد التقى بالحسن الثاني وأنجز معه كتاب ذاكرة ملك، الذي هو كان رد على كتاب آخر وصديقنا الملك ليجيل بيرو. وكنا نعرف من أن الصحفي هذا يعني على صلة بالقصر، وأنه تم إعداد هذه المذكرات بطريقة بعض الأحيان غير مهنية، لكن بعد وفاة الحسن الثاني رجع يطلب من القصر أموال، وادعى أن هناك جزء ثاني من المذكرات الحسن الثاني لم تنشر. واتضح فيما بعد بأنه الآن المعطيات الآن متوفرة على أنه يعني كان ينوي استغلال معرفته وعلاقاته وبعض الأشياء اللي عنده استغلالات أخرى. لا أريد أن أحكم من الآن، لكن القصر لا يمكن أن يغامر بأن يعطي تصريحات عن طريق محاميه إذا لم يكن يتوفر على دلائل وعلى قرائن تعزز هذا الاتجاه. للأسف الشديد قضية أخلاقية بالدرجة الأولى، ولا بد أن نحن كصحفيين أن ننبه إلى أنه
لا بد من تقييد أخلاقية المهنة، لا السلطة من جانبها يجب أن تمتنع عن خلق زبائن في الصحافة، ولا الصحفيين أن يبيعوا أقلامهم لدول أخرى ولرؤساء دول أخرى. هذا لا يليق لا بسمعة المغرب ولا يليق بسمعة صحفيين فرنسيين للأسف تلطخت منذ سنوات نعم طويلة، وما نراه الآن هو نتيجة حتمية، لدرجة أن في المغرب أصبحنا نتحدث عن صحفي المامونية نسبة إلى فندق المامونية، حيث يقيم عدد من الصحفيين الفرنسيين على حساب الدولة المغربية. الصحفي توفيق بو عشرين، رئيس تحرير أخبار اليوم، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات، كنت معنا من الرباط.